كبرنا راه مواعدينها بقناه الجزيره وغتجلس بلاصه الصحفي ديالنا المغربي. لذلك كان واجب علي انني نتعامل معكم بواحد الطريقه اللي ربما ما غنسبكمش، ما غنزلش لمستوى السب وما الى ذلك، انتقاد قاسي، ولكن المغاربه الخوت خدموا الدور عند يعني بدون اراده، ما تواصلت معهم ما والو، فاذا بيا بدات كتفكك شوفوا كتقول له داروا لنا يا شيخ الفوتوشوب، وحتى انها كذبت وقالت على ان المغاربه قالوا عندها علاقه مع الشيخ الفيزازي. كمال. والله ما قالوا على ان المغاربه عندها علاقه بش عنده علاقه بها، كذبت حتى على الشيخ الفيزازي باش ضرب حتى في الشيخ الفيزازي. وتحياتي لكم خويا شكري. كمال. وهذا كمال. جزء من الخطه، ولا بد باش نتصرف ذاك التصرف باش ننقدوا ماء الوجه ديالنا، لان هاد الجزائريين ظنوا على ان اللحمه المغربيه سهله المنال، وحتى تبون وش نقريحه يقولوا على ان المغاربه فايقين، ومهما درنا من خطه فهو ما عندهم الكونتر خطه. كمال كتسمعني؟ كونتر خطه. نعم خويا مور. كونتر خطه نو ياك اللايف تسالى، اللايف الاول اللي درت معاه تسالى تقريبا مع سي جوج ديال الصباح، ولا اتصلت معاك مع الخمسه ديال الصباح. مع الخمسه ديال الصباح وهو مازال. وقال لي مراد شنو ندير، راه هادي شنو دارت لنا. قلت له خويا مراد غتكمل في الخطه وتواصل معاها وقول لها غدير لها واحد البرنامج بحال الشكل ديال فوق الشوايه، ومنين غادي تطلع غنضربوها غير ضربه. كاع الانجاز اللي غتحصدو غادي تاخذو فاشل. شوف كمال قلت لي واش كتهضر نيشا، لحقاش انا يعني بكسميتها يعني ما كانت عمل الانسان بمحبه الى اخره. قلت لي واش تقدر ديرها؟ قلت لك وي نقدر نديرها وغادي نديروها. نعم وراه هذه راه خطه راه صعيبه باش مراد انه استحملت هو الانتقاد، وكان عليه الانتقاد كثار وكثر. وبالنسبه للمغاربه اللي كيديروا ديك اللايفات وحطوا الصوره ديال ولاد بلادنا، صافي زولوا داك الشيء واروا لنا عاوتاني اللحمه المغربيه، وعندنا عدو واحد اللي هو الكبرانات. اروا لنا الكبرانات خويا كمال. انا غادي ننزل باش نخلي المكان ديالي للاخ واخت. شكرا خويا كمال. خويا مراد خويا مراد شوف خويا مراد راك يعني كيفاش غادي نقول لك، انا قلت لك مشيتي تدريجي اولا ثانيا ثالثا واديتي اللي عليك تبارك الله عليك. وخويا كما شكرا مره اخرى الاخوان جميعا اللي في الجيست، لاله سهام، الاخوان الاخوات في التعليق جميعهم، الله يخليك مره اخرى خويا مراد قدرتي تطلع الخا واحد الصحراء، الله يكبر بك وشكرا وتحياتي لك. سميتو الخا واحد الصحراء. اوكي غادي نشوف. المهم كما كان حط فضل خاي الاسد ولا ولد المناكه اللي بغيتي جا الاول. سهام. وي سهام. وي السلام عليكم. برافو. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم عندنا العرس صراحه. انا بغيت نبدا طلعت باش غير نقول لكم بغيت نشكركم جميعا صراحه. برتوا قلبنا، ورغم واخا حنايا كنا في نفس الرؤيه، يعني حنا كنا شايفين بان كاينه شي حاجه كتطبخ ماشي هي هذيك، وكيف تلقينا بعض الهجومات من خوتنا المغاربه كندوزوها في شربه الماء وكنقولوا ماشي مشكل، من بعد غادي يفهموا وغادي يعرفوا اشنو كاين. انا اللي بغيت نقول بان هذه السيده خصها تفهم بان المغاربه حب الوطن عندهم في القلب ديالهم، قلبهم كينبض بحب الوطن، والحياد في القضايا الوطنيه لا نقبلها، نعتبرها خيانه. هاد السيده خصها تفهم هاد الاشياء هادي. انا اللي بغيت نقول والله العظيم للامانه للامانه حسيت اليوم بان كاين واحد الروح الوطنيه اللي كنت كنعرفها هادي ست سنوات ملي دخلت للتيك توك، هذاك التلاحم اللي كاين ما بين المغاربه وبانهم كيمشيو في صف واحد من اجل باش يدافعوا على الوطن ديالهم، ومن اجل باش انهم ما يخليوش داك العدو انه يكون في داك في ذاك الصراع اللي كاين بيننا، هما اللي يكونوا دائما متقدمين علينا ولا فايزين علينا. اليوم كيحاربونا بابناء جلدتنا، وهذا راه خطير هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا. ابناء جلدتنا هما اللي كيحاربونا بهم، لان في الصراعات ولا في الحروب كل شيء مباح، كل شيء مباح. لكن انا اليوم باش ما نطولش على الاخوان غير كلمه بسيطه غادي نقولها، والله اش غنقول لكم، الله يزيد في مقامكم والله يكبر بكم كيف كبرتوا بينا، وانكم بررتوا لنا قلبنا وشرفتوا بلادنا وشرفتوا الوطن ديالنا. وصلوا على النبي عليكم، انا كنقولها لكم جميعا، لا منك اخي مراد ولا من كمال ولا من الاخوات اللي كانوا معاك ولا من الريفين، تبارك الله عليه كنفتخروا به. وهاد الاخوان كامل وكنشكر على جمانه وشاي البلاط وجمانه كل من ساهم كل من ساهم انه يدافع على بلاده. لا جلوار الما سوتوني بارتو. كنشكر مسيو ا، مسيو ا ما كتعرفوش كيسكن في فرنسا فوالا، حتى هو كيعيط لي كيقول شنو كاين شنو كيوقع الى اخره. كنت على الاتصال 48 ساعه على الاتصال.
برافو برافو والعز لكم اخوتي وتبارك الله عليكم. وهكا يكونوا المغاربه اعطيتوا درس للكراغيله ومن يحادي الكراغيله واللي كيمشي في طريق الكراغيله. اليوم اعطيتوا درس، نتمنى يتمنى هذا الدرس يكون الاخوان المغاربه اللي يكون في هذا التواصل الاجتماعي وبالاخص ديال التيك توك، انكم تكونوا لحمه، بانكم تكونوا اليد في اليد وتخليوا ديك الصراعات الشخصيه على جانب. هادشي راه ما بقاش، راه بلادنا، راه بلادنا مستهدفه خوتي مستهدفه. حاولوا نتوما تدافعوا على بلادكم من هاد المواقع وتكونوا مع خوتكم ويكون واحد التسامح. والصراعات ما عندنا ما نديروا بها. وشكرا لكم وتحياتي كبيره لخويا كمال، شكرا لكم جميعا. ونعطي بلاصتي شي حد اخر. فوالا كيقول لي ود العاصمه ولكن ما كنشوفوش، دير لي ان سين لحقاش ما كنشوفوش في لا ليست، كندير لا ليست طويله بزاف ما كنشوفوش ود العاصمه. ولكن فوالا غادي نطلع الناس على حسب المرتبه ديالهم حيت وصلوا. واخا شكون غادي تفضل، اسد ولا ولد المملكه اللي بغيتو؟ السلام عليكم الاخوه، السلام عليكم سي مراد، السلام عليكم سي كمال، تحياتي للاخوه المغاربه الاحرار وتحياتي للاخوات المغربيات الحرات. صراحه اخي مراد والاخ كمال برافو عليكم، يعني هذا السيناريو من السيناريوهات اللي غادي تبقى خالده في التيك توك المغربي، حيث انكم عريتوا هذيك السيده من حيث انها يعني احنا كنا عارفينها الاتجاه ديالها والتوجه ديالها الفكري والاجنده اللي كتخدمها، كانت كتخدم الاجنده الكبرناتيه عبر قناه فرنسيه اللي كانت معاديه للسياسه المغربيه. ولكن الحمد لله دخلت بين المغاربه، حسبت المغاربه خفاف، الا اننا اثبتتم بفضل الرجال ديال المغرب اللي كنفتخروا بهم، كما نفتخر بجنودنا المرابطين على الحدود، نفتخر بجنودنا الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم تعرات شكلا ومضمونا، يعني كما فضحت راسها بانها سمحت راسها تدير عمليه تجميل على المباشر والناس كتحدث، يعني هذه قمه قله الادب. يعني اليوم جات الصفعه اللي غادي ربما غادي دير نقطه على لا كارير ديالها ديفينيتيفمون كما قالوا الاخوه، حتى ذاك البوست ديال الجزيره ان شاء الله يطير من عندها، يعني وهذا اقل ما تستاهل. على ايين، الحمد لله على نعمه المغرب، والحمد لله على نعمه المواطنه المغربيه. واليوم اثبتتم يعني بارك الله عليكم، يعني ما كنتش كنتظر انا غادي يكون هذا الرد هذا، صراحه كنت كنتبع اللايف من بعيد، ولكن ما كنتش كنظن انه اليوم غادي نفرحوا هذه الفرحه هذه، نعطوا لها الصفعه في اقرب وقت. تحياتي لكم اخي، تحياتي لكم. ما عرفتوا واش درتوا، راكو طفيتوا واحد الفتنه كبيره، واحد النار ديال الفتنه طفيتوها اليوم، يعني راكو درتوا واحد رديتوا الساعه ساعين. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. نرجعوا الموضوع ديالنا، الصوت الصوت سي مراد، الميكرو سي مراد. ميرسي ميرسي. لا مساومة في الوطنية، لا مساومة في الوطنية، فإما أن تكون كما قال سيدنا الله ينصره والله يشافيه، إما أن تكون مغربيا أو لا تكون. وهنا غادي نفتح واحد القوس، ربما يعني ماشي اليوم ولكن غير نزرع الفكرة، ربما حل الوقت باش نفتح واحد نقاش على مستوى يعني مواطنين المغاربة حول الجنسية المغربية، باش نطالبوا يتغير القانون وإسقاطها على الخوانة. بارك الله فيك. نغلق القوس قبل ما نهبط، غادي نختم بواحد الكلمه قالها عبد الله فركوس من احسن الجمل اللي قالها في في في, في المسيره ديالو، وهي هذه تخويره 5 5 اخواتي واخواتي المغاربه. جي فاي باغ التليفون، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمه الله، تبارك الله عليكم، حفظكم الله. السلام بويا ست فوغات. وهذا بالنسبه للقصر ما كيبقاش، شوف راه حنا كلنا مغاربه، من حيث ماشي تقول كمال ولا، راه كل مغربي يدير هادشي. ولكن كاين ربما قلت لكم كتصنعوا الناس المؤثرين، ربما كمال غيوصل بفضلكم انه يتواجه ويضرب في هاد الابواق ديال الكابرانات وابواق فرنسا. لذلك راه بفضلكم انتوما، وهذه رساله ماشي ليها هي، رساله لكل بوق من ابواق الكبرانات حاول يستغل ويستخف بالعقول ديال المغاربه. هذه رساله لاي بوق اللي غيجيبوه نظام الكبرانات، وربما غيبقى يشوف حتى المصالح ديالو. دابا هذه كصحفيه في قناه فرونس 24 القيمه ديالها طاحت، لان اللايف كيتسجل كيتابعوه الناس في اوروبا، غيشوفوا على ان الصحفيه اصبحت بدون مستوى امام واحد المواطنين بسطاء مغاربه. امام مواطنين بسطاء مغارب، وعلى ان الاجنده ديالها ما خدمتش، وعلى ان مستحيل هذه رساله حتى لفرنسا، على ان مبدا الوحده الترابيه ديالنا هو مبدا عقيده
ماشي غير اللي جيت لعب لنا في الصحراء المغربيه، راه قضيه امه وشعب، ماشي قضيه سياسيه من منظورهم يتلعبوا فيها. اذا هذا هو علاش حنا كنقوموا بهذا الواجب، باش كنواجهوا هذه الاجنده اللي كتجي وكتستغل العقول وكتظن على ان عقول المغاربه سهل الاختراق ديالها. صحيح نخطا انا يخطا الاخر يخطا الاخر، ولكن فاش كنديروا اليد في اليد كنولي واحد الجدار مانيع لهذ الخونه ولهذ الابواق. وتحياتي لكم وكنشكركم الخوت جميعا، وكان يعني راه كلنا واحد. وبالنسبه للشيخ محمد الفيزازي فهو كيبقى كنحترم داك السيد، انا كنعرفو بحكم انني كنت طفل صغير كنت كنتصنت المناظرات ديالو وكنت كنستافد منه مجموعه الاشياء، لذلك ما يمكنناش نسيئو ليه. وتحيتنا ليه وتحيتنا للخويا شكري ولكل من ساهم في هذه المنصه هذه اللي هي يعني كشفت هذا الخبث، سواء شاركوا في الاول بواحد الاراده ديال الدفاع عن الوطن، لكن منين كيبدا واحد الشخص واحد مهمه كاين واحد المغربي اللي غيحمل المشعل عاوتاني ويكملها حتى الاخير النهايه. وتحياتي لكم خويا مراد، انا نبقى معكم كنتصنت واحد شويه ومنين تشوفني نزلت راه هو هذاك. شكرا. سافا سافا ميرسي كمان. ود المملكة الميكرو ديالك. كوم تحياتي ليك، تبارك الله عليك. انا السلام عليكم، تحياتي ليك خويا العزيز. انا طلعت قبيله ويعني وشتك المورال وقلت لك صبر، وكنت سبحان الله سبحان الله عالمني الله سبحانه وتعالى هادي فاش لانك ظريف، وقلت لك وقلت لك حاولوا تستغل الطيبوبه ديالك، وليت نزلت في حالتي على عين. كنشكرك وكنشكر الاخ كمال، ورغم عليه عندي عليه واحد العتاب لان كنت باغي كنت في المغرب فاس وبغيت نتلاقاه، وخليت له النمره ما اتصلش بيا. المره الجايه ان شاء الله ماشي مشكل. على اين يا ولد المملكه وكنعتذر منك بزاف. لا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. على اين وراه باش تعرف المعزه ديالك، والله القسم يعني انا باش تعرف ان الانسان يعني الحب في الله فقط. يعني البارح اخويا العزيز كان مديور لها فخ باش تجي القناه ديال زارا، ولكن ما جاتش. قالوا لها ما تمشيش النهار كله ويعني وكنتربصوا ما جاتش يا خويا العزيز. داوها المهم على اين داوها لواحد داك القناه هذيك. انا بقى فيها فقط صراحه يعني خوتي المغاربه اللي شفتهم يعني كيحاولوا يشوهوا الصوره يعني والله شيء يعني انا كمهاجر مغربي انا 35 عام يعني راس العربيه بعض المرات راه كتهرب الناس صراحه. راه عيب وعار نشوف انا مغربي مطلع جزائريين وحط واحد الانسان اللي هو دكتور وكتب له نصايبي ويضرب في رباز ويضرب في ياسير ويضرب هنا ويضرب هنا. الصوت الجزائري وحنا كنعرفوه ورجع. نعم يعني اللي يدتها المخابرات اللي هي داتها المخابرات الجزائريه اللي عندها وكونتها ومشات، وهذه باينه للعموم. راه الناس اللي مشاو نشوفوا غير من محسن، تعلموا غير من الدر من محسن مسكين اللي مشى وفضح كل شيء. اللي قال يا ودي راه مشى وداونا وقالوا لنا ما تقولوا كيخلصوهم كيعطوهم كاش. هي جات باش تلمع الصوره ديال الجزائر، باش دير يعني التصوير التسويق داك تلميع الصوره ديالهم. كيف ما قال كمال يعني الخطاب ديال شنقريحه كان واضح وباين. على أين هي منسات بان المغاربه اذكى واذكياء في هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي، والمغاربه ما تقيس لهمش بلادهم، يعني المغاربه الا الوطن، هذا هو الواقع. تحياتي لكم، شكرا لكم، وتحياتي لك خويا مراد. تبارك الله انسان خير ولد المملكه. قبل ما تمشي نعم اخويا العزيز. نعم تفضل قبل ما تمشي نكمل الهضره، ولكن تفضل. نعم والله يا خويا وخويا العزيز انا اقسم بالله لا انت ولا الاخ زاكي ولا كاين شي وحدين اللي هما في فرنسا ولا زيد حتى هذا الهندوز اللي الان كيتقاتل. والله يا خويا العزيز لا احبكم في الله على الدفاع ديالكم، لان كنشوفكم سفراء يعني سفراء ديال المملكه المغربيه في فرنسا، وهذا انا قلتها لك انا قبيله ونزيد نعاود نكررها لك. والله يشهد ان الله سبحانه وتعالى اني احبكم في الله كلكم، ورا كل واحد يعني كيدافع لا راجل ولا امراه. تواصلوا تبارك الله عليكم، حياكم الله جميعا. تبارك الله عليك خويا العزيز. بغيت نقول لك اخويا ولد المملكه، بغيت نقول لك تبقى معايا قبل ما تنزل. بغيتي قلتي بان استغلت الطيبوبه ديالي. الطيبوبه ديالي هي عباره طيبوبه المغاربه. اذا كنرحبوا بالضيف وكنفرشوا له الزربيه المغربيه والى اخره، ولكن خصو يحترمنا وما يديرهاش بينا. لا دارها بينا راه كنديروها به.
حنا راه معروفين هكا المغاربه الطيبوبه ديالنا لا دار بينا شاك كتولي لهذاك كتولي خايبه كنوليو خايبين كنوليو حتى في وجهنا خايبين. اذا ولكن خصها تعلم والناس يعلمون بان يعني ذاك الغصن ديال الشجره الصغير هذا كيقدر يعمي عينيها. اذا فوالا واخا كنت انا صغير والطيبوبه ديالي راه خصها هذه تكون عندها درس في يعني في الحياه ديالها بان الخيانه راه كتجي واحد النهار وما كتعرفها ملي كتضرب. شكرا خويا ولد المملكه. شكرا لك خويا العزيز لحظه شكرا لك انا غادي نزل من المكان ديال شي واحد. بارك الله فيك. كنت هاز معك الصابون البلدي كنت هاز معك الصابون البلدي المصيبه. على كل حال نخلي الاخوان اللي سبقوني وعاد ناخذ الكلمه. تفضل خويا مولاي. وي السلام عليكم خويا. المهم انا كنت اخويا كنحنوا الناس دابا تبارك الله جاونا جداد يعني انا كنت بيان سور فاش طلعتي انت عند طلعتي عند كنتي كتكتب ليها وطلعتي عند دنيا وهي اللي عرضت هذيك بيان سور باش دير لايف هي وياك وداك الشيء وهذه وكذا وفاش درتي انت اللايف انا ملي شفت ذاك اللايف اللي درتي واو طلع داك الشيء 3000 واو دخلت بقيت نشوف وداك الشيء. دابا هي كانت تستعملك انت يقولي تيكسبلواتي انت نفسك. انا في هذاك اللايف اللي درت هي بيان سور استفزت بزاف ديال الناس دوزت مغالطات ولكن انت جرتي في هذاك اللايف اللي دوزتي انت بينتي لينا دوك اللي كانوا مخبيين فينا ومخبيين في الناس اللي حنا كنحبوهم بينتيهم ورقتيهم يعني درتي هذيك داك الشيء ديال نيه العمى في عكاز كي تنقولوا حنا في مراكش يعني جيت الحمام تاع الحمام عاد بديت تعلم زليقو انت درتي لهم كيف قال الاخ الصابون البلدي وصفتها هي وصفتها مع دوك الناس اللي تورقوا لانه بانوا الهدايا اللي كيمشيو ليها بانوا الناس في التعليقات بانوا الناس ديالنا اللي قاعده كدوز عليهم يعني كتضرب في المقدسات وكتمجد بين السوق في الجيري. الوغ حنا كيف قلت قبيله في جبتي اللايف قبيل سي كو كاين دابا ناس اللي تيشككونا حنا في الناس اللي كيطلعوا الناس اللي دايرين منصات زوينين بحالك انت هكا لانه انت الشيء اللي كدير دروك انت راه كديرو احسن من كي تديرو في فرونس 24 ولا انت انسان محترم كيجيو عندك الناس محترمين كيف قلت لك سبحان الله العظيم بعيد هذيك الله دوك الناس ديال السبان ودوك الناس اللي هما لاغا كاين ما تيجيوش عندك سبحان الله العظيم كيجيو الناس مزيانين كيتكلف بهم كامل هو اللي كيتكلف بهم ما كانش نتكلف بهم فوالا الوغ اون فيت باش هاد السيده هادي اللي هي انت دابا ورقتينا داك الشيء قلت لك انا قبيله حليتي ليا عينيا حليتي عينيا لانه كاين الناس اللي كانوا تيجيو لعندي انا لهنايا في لي كونفيرونس ومشاو لعندها وما باقيش بيمشيو لعندها علاش؟ لانه كانت تجيب ناس وكانت تقطعوا في الهضره وكان دائما ملي كيقول هذاك الصحراء الغربيه اوكي ملي تيقول مثلا الدكتور كوم يوسف شهاب الصحراء المغربيه كتقول ليه نو كتحبسو كتقول ليه نو الوغ هاد الناس هادو كيف قلتي كيف قال الاخ وكيف تيقول ان شاء الله الا طلع معنا ولد العاصمه راه يا سلام يعني لانه انا كنحب ما كنشوفوش هذاك السيد يا سلام ليك انا كيكون شي لايف كنبغي كنسمع باش نطلع كنبقى كنسمع مثلا وكنستافد منه استفاده كثيره جدا وصباح ان شاء الله يكون من الاصدقاء. المهم هو انه المواطنه كيف قلتي انت باش نطلع حدا اخرين كيف قلتي دابا انت المواطنه هي ما فيهاش اخويا تشكيك وانت ان شاء الله خصنا المغاربه كاملين نعاونوك انت وتكون المنصه ديالك انت احسن من ديالها هي ان شاء الله. بارك الله فيك غير الاستفاده من الصال استفاده وجمع الشمل الى اخره. واخا نطلع الدراري الاخرين تفضلي فاتي ولا مريم لا فاتي فاتي السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم مساء الخير خوتي المغاربه. كنحييكم كلكم. تبارك الله عليك اخاي مراد. تبارك الله عليكم الله يحفظكم الله يرضي عليكم. فرحتوني اليوم وحق الله الا فرحتوني. انا تبت اللايفات ديال كلهم هاد الايام هادي ولكن اليوم عرفتي كنرفع عليكم القبعه تبارك الله عليكم خوتي المغاربه بقاو متحدين بعضياتكم وهذا اليوم فرحه كبيره لان وحده جات عندها اجنده جات باش تفرق ما بين المغاربه
والحمد لله المغرب عرفوا النفاق ديالها، عرفوا ما احترمتش خوتها الخطة والخطة، وكما قال كمال كونتر الخطة حنا درنا لها درتو لها عبرتو والله يرضى عليها الله يرضى على ولدي ريفينو عجبني 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 وكنحيي اختي جمانة كنحيي لاكلوار كنحييكم كلكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم وكونوا دائما بحال هكذا متحدين تبارك الله بارك الله فيك تبارك الله عليكم الله يخليكم دائما وعاش الملك والله الوطن عاش الملك الوطن الملك بارك الله فيك شكرا 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 فاسي بارك الله فيك مع السلامة وعليكم السلام السلام مريم خاي مراد على سلامتك مراد البارح قلت لك راه كلشي غنسولك عقلتي ملي سمعت المداخله اش قلت لك قلت لك انت راجل مزيان لا ولكن نعم وكلش مخطط من الخمسة الصباح ديال والبارح يمكن انا وكمان ايوا الحمد لله راه المكالمه راه المكالمه الهاتفيه برافو عليكم والله يوفقكم وهذا هو المظنون فيكم والمظنون في المغاربه كمال برافو كمال ضرب الرد ليا قلبي اليوم واخا وراه كيبردوا لي ديما صراحه في الكراغيله مي اليوم بردوا لي في هذيك خيتي انا نبغي نقول انا طلعتي باش نقول واحد يعني تدخل بسيط نقول عين المغاربه خاصكم هكا تكونوا ديما ايد وحده الوطن شي حاجه كبيره الوطن هو هذاك البلاصه هذيك المكان اللي حنا كنبغيوه الوطن هو اللي واخا كتغادروا الاقدام ديالنا خاي مراد كيبقى القلب ديالنا فيه واخا نغادروه كيبقى القلب ديما فيه الوطن هو التراب اللي مشينا فوق منه هو الماء اللي شربناه هو الاكل اللي كنا فيه هو الذكريات البسيطه هو الجيران هو الاعياد هو اشياء كثيره الوطن انا كنطلب من المغاربه يبقوا دائما يد واحده ويكونوا لحمه واحده ولا اي واحد باغي يجي شق الصف المغربي ما عندوش بلاصه بيناتنا وما نعطيوش ودن ليه ولا للفتنه وانا تنطلب من المغاربه ثلاثه الاشياء لا نقاش لا جدال فيها لا نقاش حول الملكيه لا يعني الرموز لا تمس لا نقاش حول الوحده الترابيه كل من يطعن في الوحده الترابيه او يعني عنده اراء حول الوحده الترابيه ما يلزمناش يكون بيناتنا ولا كلام كذلك عن العرقيات كلنا مغاربه كلنا يعتزوا شنو هو يا عربي ولا امازيغي ولا غيره ولكن مراد كلنا مغاربه وكفى ما نتزايدوش على هذه بارك الله فيك لا نكمل الله يخليك هي كلمه اخرى الله يخليكم المغاربه فازي 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 الله يخليكم المغاربه ما تعطوش فرصه لشي حد يجي يفرق بيناتكم الله يخليكم المغاربه عدونا واحد واوحد هو الكراغيله والنظام ديال الكراغيله اللي بغى يقسم بلادكم الله يخليكم المغاربه النقاش حول الصحراء انتهى النقاش اللي يكون في اللايفات حول الصحراء الشرقيه النقاش اللي يكون في اللايفات حول الكبرانات وجرائمهم الله يخليكم المغاربه ما تبقاوش تطعنوا في خوتكم المغاربه خوتكم اللي هما يا ممكن يوقعوا في اخطاء يا الله غفور رحيم فما بالنا نحن البشر صبروا شويه تتعرفوا شنو كاين ما تبقاوش تتشوهوا فيهم ما تبقاوش تطعنوا وتصرخوا فيهم الرحمه الرحمه بيناتكم الرحمه التمس لاخيك 70 عذرا كيف ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام واليوم فرحتونا ما كنعرفش نزغرت بغيت نزغرت مي والله ما كنعرف نزغرت مراد لا طلعت شي اخت مغربيه تزغرت في بلاصتي والله يحفظكم والسلام عليكم بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك غير بغيت نقول حاجه واحده وهي اختي مريم الواحد الواحد اخاي كمان بغيت نقول لما تحاسبش في الدنيا الخيانه الوطن ديالو هذه تحاسب عند الله لحقاش الخيانه راه من الايمان والتقوى اذا ما كتباعش ما كتشراش اذا خصكم تحتاروا لا كنتو كتلعبوا بالوطنيه وتخدروا فيها فلوس ولا مقاعد راه تحاسبوا عند الله اذا هذه هي الرساله بغيت ندوز